الساعة خمس معناته رايكم شباب ابتدى واحنا معاكم لهذه الساعة خصوصا يوم الخميس هاف نايس ويكند واجازة سعيدة اتمناها لكم ولدانا دانا, دانا شون تمام الحمد لله شو اخبارك؟ انا تمام يعني الحين يقول كلش ما كنا قاعد نسلم على بعض لا ابدا نحن احنا اصلا كنا محاربين بعض تونا تصالحنا انا ما ادري احنا ليش دائما نسلم على بعض على إيه عشان كبروتوكول إيه بروتوكول يعني وهالسوالف <applause> المهم انت <تيش> اخبارك؟ <applause> تمام الحمد لله شو اخبارك انت؟ الله يسلمك ونرد <applause> نسلم مره ثانيه على كل مشاهدين الراي وبرنامج رايكم شباب اكيد احب امسي عليك طبعا وامسي على مشاهدينا الحين قاعد يتابعونا على شاشه الراي في برنامج رايكم شباب وحلقتنا اليوم طبعا من الخمس للست راح نسولف في مواضيع جديده تخص الشباب والمشاريع بشكل خاص شكو ماكو واهميه حضور المعارض المتخصصه بالمشاريع والتجاره واهميه الاستثمار ودخول عالم التجاره تفاصيل كثيره راح نتعرف عليها مع ضيفتنا الدكتوره ريهام اي نعم وطبعا هاشتاج حلقتنا اليوم هو مشاريع انستغرام شنو رايكم فيها هل هي مشاريع فعليه هل هي ممكن تنتقل لمراحل وتكون ان هي شركات انت شايك صالح انا مع مشاريع الانستغرام واعطت فرصه كبيره لشبابنا مم. في انه يعبرون عن نفسهم بمعنى قبل لا يظهر عالم السوشيال ميديا والانستغرام وغيره اي شاب او شابه بيسوي مشروع هو بحاجه الى راس مال كبير بالاضافه الى الطبيعي. لوكيشن وعنده شغل وايد مو اي شاب ومن الطبيعي انه مو اي شاب او شابه راح يكون عنده القدره الفعليه على انه هو يسوي مشروعه الانستغرام انا اشوف انه هو وفر كل السوالف هذه وقدروا شبابنا وبناتنا انهم يسوون مشاريعهم انا شخص مثلا وايد يشتري من المواقع اللي موجوده او الاكونتات اللي موجوده على عالم الانستغرام وعرفت ناس بطل لهم باب رزق كبير في انه فعلا صارت عندهم مشاريع فعليه على ارض الواقع ليست فقط مرتبطه بأكاونت على الانستغرام. صحيح شوف هو في منه جانب ايجابي في منه جانب سلبي، طبعا احنا نوجه لهم كل الدعم اللي قاعد يبلش ويخطي هالخطوه انه هو يبلش مشروع سواء كان بانستغرام سواء كان عنده راس مال وبلش فيه على ارض الواقع، لكن اه في مشاريع قاعده تقلد غيرها، يعني انا احس ان المشاريع اللي قاعدة تبلش بانستغرام قاعده تخلي مجال اه التقليد اكثر، فصاير عندنا كثره في مشاريع الاكل، في مشاريع تصميم الازياء، احس هذا الشيء حط حدود ان الواحد يكون مبدع اكثر في افكاره نعم ولكن في النهايه يعني انت احيانا ما فهمتي مع ولا ضد انا مع وضد يعني انا في شيء يعجبني من مشاريع اللي قاعد تبدي بانستغرام لما يبلشون بخطوه اكبر من الخطوه اللي هم فيها يعني أن يجمعون راس مال وبعدها يبلشون انهم يطلعون من برا انستغرام يفتح له محل يفتح له مطعم على ارض الواقع لكن اللي يحكر نفسه في انستغرام ويكون سيزن يعني شلون سيزن يعني مثلا عندنا رمضان أيه برمضان تكثر مشاريع الدراريع ومشاريع الازياء هذيله المشاريع يكونون سيزن واحد أيه ما تفكر ان هي تطور بالعكس انا اشوف لو انها تطور وهي تبلش مثلا تعرض في محلات ثانيه في محلات متخصصه بالازياء ان انت ممكن تاجر ستاند واحد تعرض فيه شغلك فممكن هي بعد خطوه انستغرام بعد النجاح اللي تحققه هي تاجر في محل بعدها تفتح لها محلها الخاص لكن في ناس يحكرون نفسهم في هذا السيزن انا هذا اللي ما يعجبني نعم يعني سؤالنا ايضا بالنسبه لمشاريع الانستغرام هل هي هبه وموضه م. ولا فعلا تعطي هيتس او بدايه لمشروع فعلي سهل. انا اشوف لا هي كانت بدايه لمشاريع ترى موضوع الانستغرام هم ولا, ولا انك تسوين مشروع على الانستغرام مو شيء سهل اذا أبداً انت كنت تبين ايه. مشروعك ينجح وزياده عدد الفولورز في الاكونت والطلبات هذا دليل على نجاح المشروع ولكن سهل. انا فعلا مثل ما قلت لك اعرف شباب وبنات ما شاء الله عليهم ابتدوا بشكل بسيط جدا والحين صارت عندهم مشاريع يعني صح. كامله عن طريق في ان الناس حبوا، يمكن السلبيه الوحيده اللي انا اشوفها في الانستغرام الخاصه بموضوع الاكل مم. والاطعمه. بمعنى انه هو ما عليهم رقابه في انه هو يعني او اهي قاعد تسوي في البيت هاند ميد يعني شغلها كله آه فبالتالي ما في مثلا البلديه تشيك عليهم، ما في احد يشيك عليهم حسب صح. معلوماتي صح. ونفس المطعم، ولكن أه على الجانب الاخر انا اشوف احنا كمجتمع كويتي المجتمع الكويتي عنده خصوصيه فالرجال والنساء الكويتيين ما يسوون اي شيء بمعنى ان انا مثلا ما صادفت يعني صحيح. انا وايد يعني كليت من مشاريع الانستغرام فمثلا ما صادفت يعني اي مشكله وشغله ثانيه ان اشوف شغلهم يعني انا اثق فيه افضل من أكيد لأن شغلة كويتي عارف أنت من اللي قاعد يسويه. نعم، مع العلم إيه؟ أن أنا ترى كلامي في تناقض، أن أنا قاعد أقول أن الشيء الوحيد أنه ما في رقابة. ما في رقابة، بنفس إيه؟ الوقت أنت تطلب منهم. أطلب منهم، ومع هذا واثق فيهم، إيه؟ أنا واثق فيهم لأن أحس أن يعني هم عيال الكويت وأهل الديرة، فما راح يسوون اي شيء يعني مصلحتهم صح. احس يعني من مصلحه الناس او عيال الديره مو نفس الاماكن الثانيه مع احترامنا احترامنا لهم يكون الهدف الاول تجاري م. اشوف ان موضوع الانستغرام يهمهم سمعتهم يعني شوف الموضوع هسه كبير يعني الموضوع لو إيه؟ فيه موضوع جدا كبير وفيه تفاصيل كثيره ممكن ان احنا نخوض فيها لكن هل تشوف انه لو يحطون رخصه خاصه حق مشاريع الانستغرام هل هذا راح يقلل من نسبه المشاركه في هذا الشيء انه هو واحد يبلش انا احس لا لان رخصه معناتها هل الاشخاص او المسؤولين يبون يدخلون بيت الشخص مثلا لانهم دائما هذه المشاريع خصوصا تكون الاكل بالبيت ايه؟ اكيد البنت او المراه او الرجل او الشاب قاعد يسوي من البيت من بيته نفسه يعني والله انا لو بالي كان قلت اسامي مشاريع بعدنا الحين دائما يعتبرونها دعايه بس انا ما اعتبرها دعايه انا اعتبرها تشجيع لشبابنا وبناتنا صح اذا صح كان يستحق بس مع الاسف يا شباب وبنات انه ما في شيء في بالي ماكو بالي يعني ولا مشروع ولكن اكيد يعني في الايام الجايه وحتى احنا من خلال رايكم شباب نستضيف وايد ناس عندهم مشاريع خاصة فيهم أنا شوف في هذا النوع من المشاريع يعجبني اللي يدققون على التفاصيل الصغيرة احس لما صاحب المشروع يهتم بالتفاصيل الصغيره سواء كان من باكجينج سواء كان من اهتمامه في انه يوصل الطلب في الموعد نفسه هذا يخليني استمر في ان انا اشتري منه واقول حق الناس واسوي له دعايه في اشياء صغيره يمكن حتى الشركات الكبيره ما تهتم لها لكن في مشاريع خاصه تهتم بهذه التفاصيل لانه شنو يفكرون لبعيد عرف اذا شنو اكثر شي تطلبينه من مشاريع الانستغرام الاكل <applause> اه اوكي انا بطينيه انا اقول لك انا بطينيه عافية الأكل. عافية. والله حتى انا حتى انا اكل وساعات هم احنا اليوم عندنا موضوع انه اي هو افضل بالنسبه لك التسوق عن طريق المواقع الالكترونيه طبعا أنا صوتي راح سوري ما تشوف شر عسى شر ما يج ما ما نفع وياك البابونج لا لا كاو قاعدين ينفع رجع رجع <applause> لك اي احسن التسوق عن طريق الـ الـ المواقع الالكترونيه والسوشال ميديا ولا عن طريق المولات والمحلات التجاريه؟ هو على حسب شخصيتك، في ناس مدمنين تسوق على الانترنت، ما لهم خلق يتحركون، هذول يعني بعضهم انا اقول رباديين ما يحبون يتحركون، أيه. وفي بعضهم لا يقول لك زحمه انا ايش لي اروح بالزحمه واتسوق و... و... وين الاقي مصفط ويحطون الف عذر عشان يتسوقون من المواقع الالكترونيه، وهي في الحقيقه يعني شيء سهل، انت م. قاعد بالبيت ماسك لك الايباد وتطلب ويوصل لك بعد اسبوع مثلا او اسبوعين. صحيح. المشكله ان او هذه ممكن تكون ايجابيه انك تحصل اشياء في المواقع الالكترونيه وما تحصلها في السوق الحالي. فانا افضل المواقع الالكترونيه لانها مريحه ولانها ما تخليك تروح المول، ما تحتاج المول وفيها اشياء اكثر من اللي تحصلها بالمول. صحيح، آرائنا كثيرة وكل واحد قاعد يعبر عن رأيه، أنتم بعد تقدرون تعبرون عن آرائكم من خلال طرق التواصل معنا بالسوشيال ميديا أو حتى أرقامنا كل شيء يطلع قدامكم بأسفل الشاشة. أنا بالنسبة لي أشوف أن سالفة أن الواحد يتسوق عن طريق المواقع الإلكترونية أو السوشيال ميديا لها سلبيات وإيجابيات. صحيح. إيجابيات أن أنا ممكن أنه هو يوفر علي وقت. صح. ممكن أن أنا أحصل على شغلات ما هي موجودة في المحلات التجارية العادية، ولكن من السلبيات ان ساعات الماتيريال انت تشوفين صحيح. شكله في في العرض مختلف عن شكله لما انت تشوفينه او يوصل لك صح. وانا عندي فعلا واحد من اصدقائي طلب مره تيشيرت طبعا بالنسبه بوجهه نظره فانه هو طلع مختلف وما يقدر يرده لان البضاعه المباعه لا ترد, لا ترد ولا تستبدل ترد. <applause> أبداً. الحين ترى غيروا على ما اظن انا قريت خبر انه غيره هذا القانون في المحلات إيه؟ إيه؟ في المحلات اي في المحلات انه لا في استبدال ويرد اذا ما كان الكاستمر عاجمة؟ أعتقد اسبوعين هو أسبوعين كان اول إيه الحين زادوا المدة. زادوا المدة إيه؟ <applause> زادوا مدة معينة علشان يقدر يستبدل آه الكاستمر أو اللي شاري البضاعة لكن آه هم أنا أقول لك هي فيها ريسك عشان الماتيريال وساعات يختلف السايز بين السايز الأمريكي والسايز البريطاني والسايز الصيني صحيح أنا, أنا اللي أتخوف منه من المواقع الصينية أكثر لأن دائما مقاساتهم تكون أصغر صحيح فأنت لما تأخذ ميديوم آه يكون هو أصلا أساسا مثلا قاس سمول صح فهذا الريسك اللي انت تاخذه من المواقع الالكترونيه كل شيء لا سلبيات ولا ايجابيات هذه هي مواضيعنا نرجع مره ثانيه لمشاريع الانستغرام اللي قاعد يسوونها هل تشوفونها انها هي هبه ولا موضه ولا فعلا ممكن تكون بدايه لمشروع فعلي حقيقي المفروض ان احنا لما قاعد نتكلم عن المواضيع هذه إيه؟ كل الشباب يحاولون انهم يعيدون حساباتهم مره ثانيه في ان اشخاص وايد يشوفون انهم يعانون من وقت فراغ يعانون مثلا من كثره وقت في ان ممكن انت تبتدي بمشروع صغير على الانستغرام يعني اول كانوا الكل يتشكون في ان ما في دعم ما عندي انا القدره في ان انا افتح محلي الخاص الحين لا عن طريق الانستغرام تقدرون أن أنتوا تحصلون على القطعة اللي تبونها أنت وكاستمرز أو حتى كراعي مشروع. مشروع. إحنا صحيح. زدنا وعدنا في الموضوع ولكن الحين نبي الرأي الحقيقي والفرق بين من يتسوق في المواقع الإلكترونية ومن يتسوق بشكل طبيعي من المولات والأسواق مع ضيفتنا ولكن عبر الهاتف الدكتورة هيفاء اليوسف عضو هيئة التدريس علم نفس من كلية التربية الأساسية حياك الله معنا دكتورة هيفاء يا هلا حياك الله بارك الله فيك الله يحييك دكتورة سعداء أن حضرتك معنا اليوم ونبي نعرف شنو هو الفرق بين التسوق بالمواقع الإلكترونية ومن يتسوق أو يسوي شوبينج في المولات وفي السوق أه، أوكي طبعا أشكركم بالبداية على ساحة الفرصة هذه ويعني صراحة حي ضيفتكم كريمة ومشاهدين الكرام الله طبعا احنا معروف عنا ان احنا شعوب استهلاكيه ها بالدرجه الاولى. طبعاً وطبعا وسوقنا رائج منتجات عالميه اقليميه فيا التسوق الالكتروني اعتقد زادنا استهلاك اكثر تجاوز حتى احتياجاتنا الحقيقيه. لكن احنا ما راح نتكلم عن هذا الموضوع اليوم. خلينا نتكلم ليش احنا نجد ان التسوق الالكتروني يعني رائد اكثر من التسوق التقليدي الاعتيادي. في عوامل كثيره اول شيء طبعا مثل ما ذكرت الدكتوره الفاضله والاخت الفاضله الضيفه سهوله سرعه شراء السلعه ها بضغطه زر. سوف من السلعة لبيتي وأنا قاعد وهذا طبعا يكسبني وقت جهد زحمة السوق يريحني منها يريحني أحيانا من تقلبات الطقس إذا كنا إحنا بأجواء باردة ولا أجواء حارة أيضا سهولة في التنقل بين شركات عالمية متصفحة بس أستخدم متصفح الإنترنت أنا أنتقل من شركة إلى شركة نعم. وأبدي أقارن بين السلع بين أسعارها بين طبيعتها وجودتها هذا بالنسبة لي أيضا كسب للوقت والجهد ايضا سهل. كان يس انا اعرف كل شيء عن المنتج ها واخر تحديثاته الابديت نعم اقارنه آه ممكن تطور اجهزه الامان الشركي الحين اللي موجوده ويمكن عندي تحفظ في هذه الامور لحد الان ايضا انا اجد وايد في التسوق الالكتروني في انخفاض اسعار السلع عن التسوق التقليدي الاعتيادي وما ننسى خصوصيه في التسوق موجوده انا بروحي وقاعده اتسوق دون اني انا اكون موجوده يعني في اسواق العاديه وبين ناس كثير صحيح العامل النفسي انا اللي مهم عندي اتكلم عنه اللي هي الموجود واللي نشوفه بكثره في طريقه التسويق والاعلان ها والدعايه في اثاره رغبات داخليه عندنا اكثر من حاجات فتحرك عندنا القرائد اني انا ابي احصل على هذه السرعه او هذه السلعه باسرع وقت احيانا تكون هي شيء شي من الكماليات لكن انا اتحايل على النفس واعتبرها حاجه ضروريه بالنسبه لي صحيح. وربما احنا نرجعها حق رغبه سيكولوجيه غير مشبعه ها؟ شيء إيه. غير مشبع. اثناء إينا. مثلا والله حرمان عندي بالطفوله ولا شيء انا ما حصلت عليه فانا قاعده اشبع هذه الحاجه اي سرعه التسوق اللي عندي. دكتوره هيفا هذا يجينا على السؤال اللي احنا حابين نسالك اياه، هل كثره التسوق عبر المواقع الالكترونيه أه نوع من ادمان نفسي؟ او صحوه أه أه نفسيه؟ إيه. حلو شوفي التسوق قد يكون في طبعا التسوق هناك ما نسميه احنا شره التسوق، ادمان نفسي. سواء كان بالتسوق العادي التقليدي او يكون في التسوق الالكتروني، هو نوع من قد يكون هناك بعض الناس عندهم نوع من هذا الاضطراب نسميه اللي هو الشرح زين في التسوق، لكن اللي قاعد ي... المشكله في التسوق الالكتروني انه قاعد يسر لي ويسهل العمليه، كان يصير شيء سريع بسرعه. آه حتى يعني يعتبر احيانا يكون نوع من التنفيس ها عن القلق يكون عندي قلق نفسي فانفس بس قاعد يسرع عمليه التنفيذ. ما قاعد يحسسني اني انا قاعد اشتري اشياء ماني محتاجتها. احيانا لما احتاج اني انا اطلع من بيتي واتحرك واركب السياره واروح لحد السوق يمكن شوي هذه الرغبات الداخليه شوي تقل. القلق شوي يروح من خلال الحركه اللي تحركتها، لكن لما اكون قدام الكمبيوتر واحس بهذا القلق السريع وبسرعه ابي انفذ، بسرعه اشتري اشياء انا ماني محتاجتها. صحيح. لا يعني يعني اللي يعني انا بقوله انه هو مثل ما قلت مثل ما ذكرت في سلبيات وفي, وفي, وفي ايجابيات يظل احنا شلون نوظف هذه العمليه هو المهم. شكرا لك دكتوره هيفا على هذه المداخله الجميله، طبعا استفدنا منها صراحه معلومات حلوه وفعلا هي ترى حاله نفسيه ممكن تؤدي الى من الادمان ان انت قاعد بالبيت و24 ساعه تتسوق بشيء تحتاجه او ما تحتاجه. صح كلامك وكلامها فان شاء الله كل الشباب والبنات اللي عندهم هذه الحالات النفسيه في انهم يتخلصون منها لان كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، <applause> رايكم شباب نكمل معاكم وفقراتنا المتنوعه والدكتوره ريهام راح تكون معنا من بعد الفاصل انتظروها. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومن موضوع حلقتنا مشاريع انستغرام مني مع ضيفتنا الدكتوره ريهام الحميان مستشار ومدرب تطوير الاعمال بندردش معاها عن المشاريع الصغيره حياك الله معنا دكتوره أمان ريهام أمانك. في تونا كنا قاعد نسولف وياك على موضوع حلقتنا ايش رايك في المشاريع الصغيره اللي تبلش من انستغرام بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه احب اشكر قناه الراي وبرنامج رايكم شباب على الاستضافه طبعا مشاريع الانستغرام يعني تفتح الباب صراحه للجميع للكل لكل من حاب أن يدخل السوق ويكون مثلا متخوف من انه يبدا بطريقه رسميه يعني او انه ما يكون عنده راس مال كافي إنه يدخل السوق فيبدا يبلش نقول مثلا من البيت ويبدا يعرض اللي هو البضاعه كخدمات او منتجات طبعا في ناس ما شاء الله نجحوا في ناس نجحوا حتى من غير انه لا يبيع منتج بس بالكلام يعني بالعرض. فالحلو انه يبدا حين ينتقل الى المرحله الثانيه اللي هو من مثل ما من من المشروع الغير رسمي او اللي هو البيت الى انه ينشئ له مشروع. لان ما شاء الله في ناس بدت يعني صار عندها دخل قوي من مشروع الانستغرام، فحلو اني انا الحين ابدا استثمره صح وتكون عندي مؤسستي الخاصه، يعني استغل الفولورز، استغل المعجبين، استغل الخبره اللي انا اكتسبتها. آه من خلال اللي هو تواصلي معهم آه زائد ان لكل شيء عندنا فتره وخلاص يعني ينطفي يعني مثل الفيسبوك راح صحيح المنتديات راحت صحيح ال... فالإستجرام ما رده ايضا بيروح أوكي. فخليني انا مثل ما يقول تلاحق نفسي للخطوه و... للخطوه اللي هو اتقدم واكبر قبل اللي هو ينحدر عندنا المشروع على الانستغرام نعم دكتوره هل تشوفين ان هناك اهميه كبيره بالنسبه حق شبابنا في انهم يفتحون مشاريع صغيره واشياء استثماريه على ارض الواقع بعيدا عن الانستغرام نعم طب المشاريع يعني يعني انا يعني اعتقد انه لازم كل شاب يكون عنده مشروع الخاص حتى لو من البيت حتى وان كان المشروع بسيط انا ما اقول خلي يكون عندك مشروع علشان والله تدخل فلوس اضافيه مو شرط انه يكون عندي مشروع اني انا احتاج لا لا المشروع حلو انه يكون عندك انك يكون لك انت متنفس انت تسوي شيء تحبه انزين انت مذيع مثلا بس انت مثلا من جهه ثانيه على سبيل المثال انت مثلا تحب الملابس، عندك ذوق في تركيب الملابس، طيب ليش انا ما اشتغل في هذا المجال بغض النظر عن وظيفتي الاساسيه. المشاريع عندنا فيها اذا انت اشتغلت في مجال تحبه يكون فيها متنفس الطاقات، الواحد مثلا بالويك اند يشتغل بشيء يحبه، الواحد يقدر حتى انه يطور اللي هو في هذا المجال لانه فعلا يحبه وطبعا راح يحقق اهداف. بالاخير عندنا يتحقق اللي هو الهدف المادي فحلو فعلا ان الواحد يكون عنده مشروع الخاص صحيح لكن الحين دكتوره عندنا الشباب قاعدين يتخوفون من نقطه واحده الا هو التنويع والتقليد نعم ممكن يقول انا اهتمامي ان انا ابلش بمشروع فاشن او مشروع الاكل لكن فلان سوى وفلان حط وفلان بلش فيها شلون هو يقدر يتدارك هذا الموضوع شوفي نفس الموضوع هذا انا يوني ياخذون استشارات واحد تقريبا من سنه ونص يعني وخذ استشاره وتكلمنا عن الموضوع وفكرته كانت وايد حلوه وبس عقبها اختفى من اسبوع رد تواصل تقول دكتوره للحين ما بلشت انا اخاف ابلش يقلدوني يا جماعه هذا السوق مفتوح عرفتي هذا سوق مفتوح اذا انا عندي فكره وابي ابلشها طبيعي راح المنافس طبيعي المنافس قد يكون ضعيف قد يكون قوي واضح؟ بس انا لاني صاحبه الفكره فانا لي القدره على اني انا اطور هذه الفكره، اذا انا اليوم بعت منتج معين انا ما راح اظل مثل ما هو على طول، فعلى ما يي وعلى ما يقلدني اللي انا منتقله الى المرحله, إلى المرحلة اللي وراها، قدر. احد اشهر الماركات العالميه في الملابس وموجود حتى عندنا بالسوق، قالوا لي روح شوف الـ 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 الشركات الصينيه وشركات الصغيره قاعده تقلد ملابسك وقاعد تبيعها بنص السعر، شنو كان رده؟ قال لهم روحوا افتحوا المصنع وخليوا يشوفون إحنا شنو قاعدين نصمم قبل نزل السوق معناتها إذا أنا كنت صاحب رؤية ومتأكد باللي أنا قاعد أسوي وعندي خطة واضحة فأنا لازم ما اشيل من المنافس وبالأخير هذه أرزاق سبحان الله والله مقسمها يعني إذا الله كاتب لي رزق وإذا أنا ماشي صح وحاط لي خطة فبلش توكل على الله نعم. يجب أن يكون واثق وشجاع أكيد. أكيد. في إقدامه أو إجدامه على هذه الخطوة أو مشروعه زين دكتورة ريهام ما تشوفين أن أكثر الشباب والبنات في الانستغرام والسوشال ميديا بشكل عام حتى على السناب شات قاعد يركزون فقط على الأكل والطبخ والحلويات والملابس نعم. ما في ابتكار شيء جديد مثلا مختلف عن ما هو موجود لأنهم يبون شيء سريع م. فالسريع شنو وشيء مطلوب اللي هو الأكل والملابس يعني كشيء انت مثلا تحبه فبسرعه تقدر انت مثل ما يقول تسقط موهبتك اكثر من خلال كم دوره زائد انه عليه طلب لانه شيء استهلاكي صحيح. الاكل والملابس آه في بعض المشاريع آه يعني لها مردود اكبر بس تحتاج شويه فتره اطول مم. تحتاج تسويق ودعايه واعلان اكثر لكن لها مردود يعني احنا الى الان عندك المشاريع التقنيه والالكترونيه الى الان غافلين عنها شباب مع ان الواحد ترى بسهوله يقدر يعني يبداها، حاليا في عندنا مشاريع كانت موجوده بشكل تقليدي والحين صارت الكترونيه، مشاريع العقار، مشاريع يعني وايد عندنا افكار انتقلت الالكترونيه بس ما زالوا الشباب يعني مو معطينها اهتمام، لان مثل ما تفضلت اللي هو يبون شيء بسرعه بسرعه، يبون شيء بسرعه يدخلونه وياخذ منه اللي هو مردود وينشهر بسرعه، لكن ناجحين، ليش؟ لان في عندنا تنوع، صحيح ان احنا كلنا قاعدين نسوي مثلا كب كيك، لكن كل واحد يحاول انه يغير يضيف يشيل يحط فاللي قاعد ياخذ فكره ويطور عليها هو اللي راح يستمر صحيح. لكن اللي ياخذ فكره ويحطها نفسها راح ينسحب بعد فتره قليله من السوق صحيح طبعا دكتوره ريهام احنا راح نكون مستمرين معك وراح نسولف اكثر عن المشاريع الصغيره سواء بسلبياتها وإجاب... وايجابياتها تابعونا من بعد هذا الفصل مكملين معاكم بحلقة يوم الخميس وموضوعنا حول المشاريع الصغيرة وأيضا الحديث عن الملتقيات والمعارض المتخصصة وعالم الانستغرام وشان شبابنا وبناتنا يقدرون أنهم يكسرون الخوف اللي فيهم في أنهم ينشئ مشروع حتى لو ما نجح خليه يفشل عادي المهم أنه هو جرب وعاش متعة التجربة لأن اللي ما ما في أحد نجح وحقق نجاح اذا ما كان او تعرض في حياته لاي نوع من انواع الفشل عشان كذي معنا الدكتور ريهام سعود الحميان مستشار ومدرب تطوير الاعمال عشان تنوركم وتنورنا اكثر بمعلومات مفيده. بالنسبه حق الشباب والبنات اللي فعلا يعانون من الخوف في انه هو خلاص الحين نجح مشروعه على الانستغرام وخذ الفيدباك اللي يبي اللي ما يبي يطبقه على ارض الواقع هم يخاف نعم. شنو الحلويه اغلب الناس اللي بدت من الانستغرام بدت عشوائي <applause> يعني خلينا نقول 90% او اكثر بدوا عشوائي قال انا بجرب قام يا بضاعه او سويت لها كم طبخه وتخلط وضرب مثل ما يقولون مع الحظ مرحله الانتقال اني انا اوسع المشروع هذا طبيعي يكون فيها خوف ليش لانه بعد ما عنده الخبره انه يدخل عالم البزنس صح موضوع البزنس مو اني انا افصل قميص او اصمم قميص لا انت الحين راح تنتقل الى مرحله تخطيط أيه. وضع اللي هو خلينا مثلا خطه استراتيجيه صغيره وضع مم. اهداف وضع رؤيه ادير المشروع راح يبدا يدخل معي فريق عمل مسوقه او مسوق اداريه سكرتاريه شخص يمسك التليفون واحد راح يساعدني او وحده راح تساعدني في عمليه اللي هو الانتاج راح تتوسع شريحه العملاء فهذه كلها شنو تتطلب مهارات صحيح. المهاره هذه انا منريبها لازم اني انا اكون مستعد لها يعني من خلال التدريب من خلال الممارسه والتطبيق ومن خلال وضع الخطه اذا قلت وضع الخطه وايد ناس يقولك انا اعرف شنو بسوي وكل شيء موجود عندي لا وضع الخطه لازم الحين نبدا نحط على ورقه والقلم واحط بالضبط انا شنو ناوي اسوي شلون راح اعلن متى راح اعلن وشنو احتاج مبلغ او ميزانيه للمرحله اللي هو القادمه متى ما هذه الامور صارت واضحه قدامي فالخوف راح يبدا شويه شويه شنو يتلاشى الخوف لازم يكون موجود المغامره جزء من اللي هو عندنا المشاريع والامل لكن لا اقول لك انا غامر بطريقه عشوائيه لا غامر لكن بطريقه اللي هو مدروسه, مدروسة ومحسوبه حتى على الاقل وان فشلت مثل ما تفضل الأخ صالح يكون فشلي يعني بسيط واقدر اني انا اعوضه لكن الدخول هذا العشوائي طبيعي راح يكون فيه خوف ارتباك وفي ناس الى الان قاعده في البيت من كثر ما هي خايفه صحيح. إن انها ما عندها افكار خطيره صراحه صحيح. دكتوره بالنسبه لموضوع الخوف في ناس يقولون ان انا اخاف احط بجت كبير علشان اروح للخطوه الجايه وبعدها اخسر هل ممكن يحل الخوف موضوع المعارض نعم المعارض شوفي المعارض آه إذا قلنا ترى معارض تختلف عن المعارض احنا حاليا قاعدين نشوفها المعارض الشبابية المعارض الشبابية حاليا قاعدين نشوفها كل شخص جاي يعني بضاعة معينة يعرضها مدة يومين ثلاثة أربعة وبعدين آه يروح البعض منهم أو غالبيتهم من الانستغرام موجودين آه المعارض أنا علشان أنجح لازم أن أختار المعرض اللي تناسب مع توجهي مع شغلي يعني في ناس ترى ما شاء الله طلعت من المعارض الكبار صحيح. يعني اذا مثلا خلينا نرجع كم سنه لورا مثلا عندكم اللي هو كويتي وافتخر كويت يعني هذا طلع ترى وايد, وايد مشاريع وصارت الحين تبارك الله شركات ليش؟ لان كانت بدايتهم بالمعرض كانت صحيحه يعني كان في كان دورات الناس اللي اساسا كانت موجوده بالمعرض اساسا او اغلبها كان عندهم خطط فهم عارفين وين رايحين زاد كانوا يستغلون المواسم صح وما يتناسب عندنا مع اللي هو توجههم كمشروع. المعرض ينجح اذا انت اخترت متى راح تنزل م. بالمعرض المعرض موجوده طول السنه لكن في منها يفشل فشل ذريع ليش لان التوقيت قد يكون خاطئ او انا بضاعتي او نوع مشروعي ما يتناسب مع نوع هذا المعرض اللي نازل فشوف انه وايد عندنا اللي هو عوامل هي اللي تحدد مدى نجاح او فشل عندنا اللي هو المعرض. اذا بس اعطيكم مثال. في ثنتين من كم شهر او خلينا نقول من شهرين اجروا بوث معرض. ثنتين لهم بضاعه مختلفه. هذه بضاعه وهذه بضاعه. خمسه ايام تفاعوا مبلغ وقدره. واحده تبارك الله البضاعه خلصت قبل اليوم الاخير. وياي مستانسه. هذه ما باعت ولا شيء. ليش؟ لان الاولى بضاعتها كانت تتناسب مع الموسم. اللي على اساس المعرض فتح زائد الفئه اللي كانت جايه المعرض تتناسب مع بضاعتها إيه. الثانيه له موسم انه يشترون بضاعتها والفئه اللي جايه بتاتا ما يهم المنتج اللي هي بايعته فيه اللي هو المعرض م. فنشوف ان آه الاختيار والوقت والنوع والناس يعني او العملاء هذا يلعب عندنا آه دور كبير م. نعم فبالتالي الشخص أو إذا نطلق عليه يعني مصطلح التاجر اللي نعم اللي يبطل مشروعه أو حتى ينزل في بوث في المعرض لازم يكون عنده خطة استراتيجية بالضبط للمنتج اللي راح يطرحه في هذا المعرض لمدة أربعة أو حتى خمسة أيام أكيد صحيح، زين نعم. دكتورة في دائما اتهام لنا في الكويت وأيضا الخليج أن احنا معارضنا هم أن الأشياء اللي موجودة في المعارض هي نفسها اللي موجودة في الانستغرام بمعنى انه ماكو شيء جديد ليش الكاستمر او الزاير يجي المعرض ويشوف المنتجات ما يطلبها من الانستغرام تكون افضل واوفر له بعد لأن مثل ما تفضلت أنت يعني أنا دخولي للمعرض لازم يكون من ضمن خطتي السنوية إذا أنا من أول سنة مقرر أنه والله مثلا شهر خمسة أو شهر ثمانية راح أدخل معرض فهني أنا أكون مجهز نفسي والله مثلا خلينا نقول في معرض في فبراير أو في مثلا معرض في شهر 12 خلينا نقول حلو شهر 12 او شهر واحد ممكن يعني انا اجهز بضاعتي او منتجاتي للعيد الوطني م. واضح؟ بس احنا الغالبيه منهم شو يسوي؟ بس يشوف اعلان ويروح يسجل صح ويكون احيانا ما عنده حتى وقت ولا ميزانيه انه يستعد لهذا المعرض، فياخذ اللي عنده موجود ويحطه آه بالمعرض. م. ايضا عندنا في نقطه ثانيه، البعض يقول لك اذا اجر المكان او البوث يبي يدخل المبلغ اللي يصرفه بنفس الفتره اللي هو ماجر فيها. وهذا ترى طبعا شيء خاطئ المعرض مو بس اني انا ابيع المعرض انا اروج, أروج يعني يمكن أهم انت اليوم تعجبك البضاعه ما تبين تشترين خلاص المره الجايه راح تتواصلين معي فليس بالضروره اني انا اللي ادفع بسعر البوث اني انا استرده في نفس الفتره لا هذا يعتبر استثمار راح تسترده خلال ان شاء الله الفتره الجايه فكل ما كان في تخطيط كل ما كان اللي تطرحه بالمعرض يختلف عن الامور الاعتياديه اللي انت قاعد تطرحها في الانستغرام او حتى عندنا في محلك بالسوق اي نعم دكتوره على طار المعارض هناك في معارض متخصصه يشاركون فيها الشركات نعم هل ممكن الشاب يستفيد منها من خلال حضوره يتعرف على المشاريع هذه وشنو هي الطريقه علشان الشاب يوصل لهذا النوع من المعارض طبعا كصاحب مشروع ايا كان نوع المشروع منتج خدمات ايا كان حلو انه يكون لزيارات زيارات للمعارض والملتقيات سواء انه اني انا اشارك او اني انا كزائر أهميتها اول شيء اتعرف على اخر المسجدات في هذا المجال شنو قاعد يصير شنو اخر المنتجات اللي نزلت شنو الافكار اللي حاليا مطروحه ايضا تفتح المجال اني انا اتعرف على السوق الخارجي والسوق الخارجي يعرفني دائما احب اقول لليوني اذا رحت تشوف معارض بره لا ليش ما انت ليش انت دائما تبحث انك تاخذ وكاله ليش ما انت تصير ليش ما انت تبحث لك عن مستثمر ياخذ ياخذ وكالتك انت صحيح. يعني ما شاء الله احنا في عندنا مشاريع ناجحه وتستحق انها تفتح لها وكالات خارج الكويت م. ليش ما يكون في تبادل هذا م. انت اطرح نفسك انت عرف بنفسك وبمشروعك هذا ما يتم الا من خلال شنو الاحتكاك اللي هو بال, خلينا نقول مثلا بالشركات الثانيه التعرف على المنافسين يتم عندنا من خلال هو المعارض م. التعرف عليها شلون انا اقدر اتابعها من خلال الانترنت حاليا في مواقع فقط متخصصه للمعارض والملتقيات، بس مثلا تكتبين business events مثلا تكتبين بزنس ايفنت مثلا خلينا نقول جي سي بالخليج، م. تطلع لك الكالندر مالت 2016 بالكامل، م. اي افلترها بحسب مجالي اشوف والله مثلا خلينا نقول بالسنه مره مرتين ثلاث مرات حسب انت ميزانيتك شنو تب تدخل؟ خلاص احطها انا هذه عندي بالكالندر، م. هل راح اروح كزائر او راح انا اشارك معاهم في اللي هو المعرض، م. فجدا مهم ان تكون زياره المعارض والملتقيات تكون جزء من خطتي اللي هو للمشروع. نعم، آه دكتور ريهام حضرتك ايضا قاعد تستعدين لمعرض قادم ان شاء الله. آه نعم، في ان شاء الله راح يكون اللي هو آه معرض صيني، م. راح يكون باذن الله هو الاكبر آه على مستوى المنطقه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. طبعا المنظمه شركه صينيه آه بداوا من 2015 آه مثل ما تقول سووا جوله حول العالم. في البرازيل وراحوا أوروبا وراحوا آسيا شهر تسعة كانوا في الأردن وإن شاء الله راح تكون ختام الجولة نهاية 2015 في دبي طبعا المعرض هذا يضم تحت مظلته أكثر من 1500 شركة ومورد ومصنع صيني معتمد يقدمون أكثر من 50 ألف منتج معتمد من وزارة التجارة الصينية ميزة المعرض أنه يجيب لك السوق الصيني كله بين يدينك يهمك أنت إذا كان عندك مصنع إذا كان عندك شركة في مختلف اللي هو المجالات، الكهربائيات، الإلكترونيات، الأنسجة، اللي هو الملابس، الأثاث، المفروشات، فهذه كلها راح تكون اللي هو بين إيدينك أنت ممكن أن أنت تطلع عليها وتتعاقد أو تاخذ اللي هو التفاصيل. ميزة المعرض طبعا هو مدته ثلاثة أيام في شهر 12 من 8 إلى في إلى دبي في دبي. دبي نعم من 8 إلى 11 ديسمبر. الميزة أن دخول المعرض وراح يكون مصاحب له منتدى اقتصادي مجانا مع خدمات استشارية بالإضافة إلى توفيرهم للإقامة المجانية إذا أنت كنت ناوي إن شاء الله تزور 11 أكتوبر راح يكون إن شاء الله في سيمينار تعريفي في غرفة تجارة الكويت عن المعرض راح يحضر ممثل من اللي هو الشركة الصينية بالإضافة إلى ورشة عن القانون التجاري والتعاون مع المستثمر راح يقدمها أستاذ المدرب المحامي ساير له وطبعا راح نفتح اللي هو باب التسجيل للمعرض فاللي حابين بالعكس هاي صراحه انا اعتبرها فرصه <applause> آه، اللي هو ما تعوض صراحه يعني بس عليك تذكرتك ونكتي وتشوف المعرض والمميزات اللي راح يقدمها لك هذا اتوقع المعرض. هذه افاده كبيره لاي صاحب مشروع صغير بالضبط. اللي يبلش انه هو يروح ويشوف ويتعرف ويستفيد نعم. هل في شروط معينه آه لاي شخص حاب يزور المعرض طبعا هي الاولويه حق الناس اللي عندها مشروع <applause> عرفتي او على الاقل يكون فعلا جاد انه قريبا راح يفتح مشروعه ومحتاج مثلا بضاعه معينه يشوفها عندنا من خلال المرض ويتعرف عليها ياخذ فكره اللي هو عن الشركات ممكن طبعا ما طبعا راح يعطون خدمات مختلفه في انك انت كيف راح تتواصل معاهم لاحقا يعني ما شاء بادين تقريبا من شهر ونص يعني الاعلان الى الان تقريبا وصلنا اكثر من 300 مسجل من عمان وقطر والكويت وما يعني ما زال الحمد لله التسجيل مستمر باذن الله. نعم، قلت لك موفقين. بس يعني للتنوير اكثر نعم. دكتوره، يعني الحين اي شاب قاعد يتابعنا او شابه ايه؟ تبي تشارك في المعرض او تبي تحضر نعم. فقط لها حق الحضور وانها تشوف يعني اي, اي, اي فالاقامه تكون مجانيه, مجانية يعني مجانيه نعم. بس إذن... تتواصل معنا في فورمه تعبيها اي اه وخلاص احنا ان شاء الله على شهر 12 نرجع نتواصل معاهم ولهم الحضور المجاني، يعني اذا انت حضرت مو يعني تشتري لا لا ما دام انت صاحب مشروع تعال اخذ فكره حتى اي قدام آه ان شاء الله يكون, يكون صاحب مشروع يكون صاحب مشروع او جاد في اقامه مشروع إقامة عشان مشروع. يستفيد نعم اي مو ان اي احد جاي بيشوف المعرض لا لا كذي اشواء يعني هو ما يقولوا إيه. لك لا يعني انت تدخل بس ما يعطونك مميزات الاقامه مم. نعم عرفت بس مفتوح طبعا للكل موفقين <applause> وفكره حلوه وفرصه لكل الشباب والبنات في انهم يتعرفون على السوق الصيني لانه يعتبر من اقوى يعني الاسواق العالميه في ان انت ويايبين السوق صحيح. كله بين ايدين كل الشباب والبنات. نعم صحيح. نعم كل الشكر والتقدير للدكتوره دكتوره ريهام سعود فهم. الحميان مستشار ومدرب تطوير الاعمال على وجودك معنا اليوم خلال صحيح. الراي وبرنامج رايكم شباب تختمين حوارنا هذا عن التسوق والمشاريع الخاصه بالشباب بشنو؟ والله صراحه انا احب انصح الشباب لكل شاب وشابه وحتى حق الكبار مو بس الشباب حتى اللي ناوي يتقاعد المتقاعد لازم يكون لك مشروع خاص فيك. نعم. المشروع هذا متنفس لك انت بالدرجه الاولى أه حلو ان المشروع هذا مثل ما تقول يعني كانه طفلك كانه ابنك تعتني فيه أه تبدع فيه فاحرص إنه يكون لك مشروع احرص ان الفكره اللي تطرحها في مشروعك تكون بصمتك موجوده فيها حتى وان قلت، تقلد مو مشكله لكن اخذ الفكره وطورها انت علشان ان شاء الله تستمر وكل البلوجرز والفاشنيستا والناس بالإستجرام استثمر قوتك الحين وانتقل الى مشروع اكبر والله يوفق الكل والجميع ان شاء الله تسلمين دكتوره ريهام شاكر ايش معنا اليوم صراحة استفدنا منها وايد ولا ايش رايك صحيح راي مفك... نفس رايك مفكر تفتح مشروع الحين انا والله من اول ترى ما في انسان او شاب ما يفكر انه يبطل مشروع في يوم من الايام ومع كلام دكتوره ريهام اكيد الواحد ممكن يبدا يفكر في الموضوع جديا راح اقول لك فكره مشروعي بس اخاف يصير عندي نفس خوف الشباب خاف خاف يبقونها عادي عادي ولا يهمك <applause> الله يسلمك دكتوره شرفتينا الله يسلمك موفقه إن, ان شاء الله واحنا مكملين معاكم التوب فايف المقدم من الشركه الكويتيه الوطنيه سنسكب من بعد الفاصل نجدد اللقاء معاكم وطبعا مستمرين في موضوع حلقتنا وهو مشاريع الانستغرام اللي سولفنا فيه طبعا بالفقرات اللي طافت، ايش رايك اكثر حول هذه المشاريع؟ يعني هل انت ممكن تبلش مشروع من انستغرام ولا على طول كذي تدش في المجال؟ لا ابتدي في الانستغرام بس ما احط ان انا، <applause> احط احد ثاني ليش؟ بلأ اسوي له دعايه اسوي له دعايه على أني مذيع يعني طلعت تلفزيون أيه. متخفي جذي. يعني اذا انت تفكرين بعمل مشاريع او تحسين شنو الشيء اللي ممكن انت تسوينه انا صراحه يعني مفكره ان انا ابلش مشروع قريب وخاصه في مجال الفاشن اكثر والاكسسوارات احس هذا مجالي اكثر <applause> أو اوكي موفقه ان شاء الله ان شاء الله يا رب تسوين مشروع كذي أيه؟ تتوفقين فيه وانت شنو مفكر عم فكر عدسات لا لا تغشمر <applause> لا هذا خلي حق خلي حق البنات اكثر يعني قاعد غشمر قاعد غشمر الحين يمسكونها علي لا انا صدق جع... يعني اذا صدق ابي اسوي مشروع مشروعي ما يصلح ابدا حق الانستغرام <applause> يعني كلش ما راح اقدر اني اسوق له عن طريق الانستغرام احب ابطل قهوه كافي شوب يعني خاص؟ لا ترى تقدر لا بالانستغرام فقط اعلن اكيد ما راح اوصل طلبات تعلن تعلن إيه؟ بس هم تقدر أن تسوي اكاونت خاص حق القهوه نفسها تعرض إيه؟ فيها منتجاتك، تعرض فيها ممكن اي إيه؟ إيه؟ ممكن بس ساعات لا انا قصدي أن في اكاونتات يكون يعني الاساس مالها الانستغرام، ما تقدرين تطلبين الا عن طريق الانستغرام إيه إيه؟ صحيح, صحيح القهوه او الكافي شوب راح يكون وسيله اعلانيه عن طريق الانستغرام صحيح بس مو انه توفير طلبات، ممكن الشيء الجديد نطلعه من خلال الانستغرام عموما المشاريع كثيره وعديده واحنا عندنا في الكويت يعني حتى يمكن تكلمنا مع الدكتوره تحت الهواء <applause> ان مثلا ظهر لنا الكثير من البلوجرات او الفاشينيستات اللي شهروا فكانوا أهم اذكياء وبطلوا بزنس خاص فيهم لان الشهره هذه والنجاح هو افتراضي، عمره افتراضي ولكن انه يبطل المشروع ويقنع الناس بهذا المشروع ويستمر، هني هو راح يحصل على الفيدباك. صحيح. انا بالنسبه لي احس ان انا مو وايد شاطر بمساله الحسابات والمواضيع الحسابيه والتجاريه، فبالتالي ممكن يكون في تعاون بين شخصين او عده اشخاص، مجموعه عقول لعمل مشروع ناجح. اهم مشروع ناجح تسوينه في الويكند انك سينما اكيد في الكويت والشركه الكويتيه الوطنيه السنس ما تقصر فان هي تكون موجوده بشكل اسبوعي معانا في رايكم شباب وتورينا شنو هي الافلام الخمسه الاحلى اللي حصدت على يعني ايرادات عاليه فخلينا نشوف انا معاش دانا الافلام يعني. اللي احتلت المراتب الخمسه الاولى من المرتبه الخامسه الى المرتبه الاولى في المرتبة الخامسة فيلم اهواك تدور قصة الفيلم حول دكتور في مجال طب التجميل يعجب بشابة ولكنه يعجب بامها ايضا فيدخل في حيرة الاختيار بين الفتاة ووالدتها الفيلم من بطولة تامر حسني وغادة عادل دكتور شريف دكتور تجميل انت وصلتي للمرحلة دي ممكن لي تصبيرة <applause> شف الفوق أنا ها اتزنقتي قوي حملي على اللي تحت <تصفيق> <تصفيق> إيه؟ ولما انت عندك كرامه قوي كده جايبه لامك واحد ما تعرفوش يقعد معاها في البيت ليه؟ صباح العسل بونجور انت شفت البنت عجبتك شفت امها برضه عجبتك انا رايي ما تتسرعش وتاخد قرار لما تشوف جدتها انت طلعت لنا منين؟ ايه؟ في المرتبه الرابعه فيلم الرسوم المتحركه هوتل ترانسلفينيا 2

Can we pay the ghost? Pay the what? Where's Charlie? Where's Charlie? I was holding his hand. I looked everywhere! Did you know that more children who disappear on Halloween don't ever come back? What if all of these missing children? What if they're all connected? What if there's something behind it? Until I know what happened to him. Why didn't you protect him? Allies. What حول أحداث حدثت في أغسطس عام 1944، حيث يتم إنزال فريق من الجنود البريطانيين بقيادة نقيب أمريكي خلف خطوط العدو في فرنسا في مهمة قد تنهي الحرب. <applause> في المرتبة الأولى فيلم سيكاريو وتدور قصة الفيلم حول عميلة اف بي اي مثالية تجند من قبل الحكومة لمهمة ضمن فريق لمواجهة الحرب ضد تجار المخدرات في المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة الأمريكية You're not American. What do you work for now? I go where I'm sent. People are killed with his blessing. To find them would be like discovering a vaccine. آه، هذا التوب فايف العجيب مم. انا صراحه عجبني فيلم نيكولاس كيج وشكلي راح اروح له تحبين افلام الاكشن والاثاره إيه. والمغامرات اي اي لا انا اكثر فيلم دانت ليش ما تساليني لحظه لحظه ليش صار لي ساعه <applause> انا حاتش كل شوي ما تسالني ورد انا اجاوب ورد انا كنا انا اجاوب عن نفسي <applause> ساليني يا دانا ساليني هالمشكله كانت بسرار بس الحين خلاص <applause> سامحني سامحني أتغ... ان شاء الله الغلطه هذه ما اعيدها لا مو غلطه بس, بس انت لا تزفني يعني عبد الحبيب ما يقصر <applause> كل شوي انت شنو جدولك ان شاء الله هالويكند شنو راح تسوي؟ انا ما حبيت هالسؤال الحين قلت لي وبعدين تقولي ما حبيت السؤال, السؤال. <applause> ابي الفيلم ابي السؤال الفيلم شنو الفيلم اللي عجبك وراح تشوفه اوكي الفيلم اللي اعجبني وابي اشوفه فيلم اهواك مال تامر حسني وغاده عادل صار لي ايام ابي اروح له وكنت ما ودي اني اروح بالويكند لان اعتقد انه زحمه بس يعني عادي حتى شنو ما ادري شنو مع الناس عيد نسيت الـ حشرا مع الناس عيد ان شاء الله يكون المثل صح عشان كذي ابي اشوف الفيلم هذا مال تامر حسني وغاده عادل لان انا وايد احب غاده عادل إي وتامر حسني هم احبه طبعا يقول لك بالامارات صار ضجه على هذا الفيلم والكل يبي يروح يشوفه وعليه اقبال كثير وحتى هني وايد ناس قاعدين يمدحون الفيلم فشكلي والله انا بسوي نفسك وبروح اشوفه هم أنه محتل المرتبه الخامسه يعني مو حاصد على المرتبه الاولى ولكن م. اكيد يمكن في الايام القادمه يبين اذا الفيلم يعني هو اكيد هم من الكلام يعني في ان الناس يقولوا لك الفيلم حلو او لا انا الحين ما سمعت عنه شيء صح ما سمعت انه في شيء يعني مثلا لا سلبي ولا ايجابي م. يعني مو ناس وايد من حولي احضروا وشافوا الفيلم لا والله انا مدحول للفيلم وطبعا تامر حسني دائما مميز بافلامه صحيح انه هو ينزل بين فتره وفتره طويله لكن لما ينزل الفيلم ما شاء الله يضرب وياه انا قاعد اشوف في الفتره الاخيره ممكن تكون افلامه اقوى من البوماته حتى يعني صحيح. تحياتنا اكيد للفنان تامر حسني ولكل الفنانين هاشتاج الحلقه اللي هو مشاريع الانستغرام تكلمنا عنها اليوم وفي إن ممكن الشباب والبنات ممكن هم يفتحون مشاريعهم عن طريق الانستغرام وبالتالي تطبق بعدها على ارض الواقع م. طبعا احنا تكلمنا في البدايه على, على ان هل انت تايد يكون في رخصه لمشاريع انستغرام ما تحس انه ممكن لو يكون في رخصه يكون في انضباط اكثر في نوعيه المشاريع وفي اللي يقدمونه ممكن الرخصه تكون مجانيه بس مع العلم انا اشوف ان الرخصه ما راح يكون لها فائده لان الناس قاعد يشتغلون في بيوتهم فالمعنى هذا في ان المسؤولين راح يدخلون البيوت في ان هو يدخل حق بيته مثلا ولكن ممكن صج في ان بعض المشاكل اللي تصير مثلا بين الكاستمر والبائع مثلا ممكن أن يحلونها الاشخاص المسؤولين، والله ما ادري انا احس انه ما له داعي خلونا كذي لان هي اصلا هبه، انا شفتها الانستغرام هبه، والسوشيال ميديا كلها بكبرها هبه. هي هبه وفي يعني احتمال كبير ان هي تنقطع، ماكو شيء يظل، عرفت؟ فخاصه ان المواقع هذه ما تظل سنين طويله، يعني ايه مر علينا الفيسبوك، بعدها مر علينا تويتر، والحين انستغرام وبيمر علي كثير من المواقع. الذكاء وين؟ إن أنت حتى لو تغير هذا الشيء وصار في مواقع كثيرة أنت مستمر في نجاحك، حاط لك خطة ثانية بديلة. صحيح. مم؟ أنا أشوف إن احنا الحين ناطرين شيء يصك على الانستغرام، يعني وسيلة تكون أقوى من الانستغرام، لأن ما زال الانستغرام، السناب شات عموماً يعني استمر أو يعني حسيت إنه هو بفترة من الفترات راح يتغلب على الانستغرام، لكن تراجع والسبب إن الفيديو يروح يعني هو مدتها فقط 24 ساعه ويروح الانستغرام موجود بشكل دائم عموما هذه كانت حلقتنا من خلال الراي برنامج رايكم شباب ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وهاف نايس ويكند دانا شكرا لك صالح وشكرا لكم مشاهدينا ان شاء الله نلقاكم يوم السبت باذن الله مع السلامه باي باي